الموسيقية اللي تكون فيها مثلا عنصر نسوي وتكون إضافة. نقول عن الحفل ديال الجمعية المغربية للفن راقي أرنوبل اللي غادا تقام إن شاء الله نهار الجمعة 24 ابتداء من الساعة 8:30. خليط ديال مجموعة من الفنانين القدماء اللي عندهم باع طويل في الفن، غندير من عبد الجليل بالوادي اللي كان مع الحمداوية، سيمون صيف مرنيسي، عدة أسماء لأن عندهم باع طويل كما قلت لك في الموسيقى، وكتجمعهم واحد القرابة وعائلة هم اللي غادي يكون إن شاء الله النواة ديال هاد المجموعة إن شاء الله مع الميسترا سلمى، لأن هي سابقة في مشاهير في مدينة الدار البيضاء في المغرب ككل، لأن ما عندناش في المغرب شي ميسترا، عندنا لي ميسترو لا ما نذكر الأسماء ديالهم، ولكن ما عندناش ميسترا. قلنا لي ما لا إن شاء الله تكون عندنا ميسترا في مدينة الدار البيضاء. أول قائدة فرقة موسيقية مغربية فرقة أرنوب للفن الراقي. أنا محبة للفن بجميع أنواعه، يعني هذا يعني هذا الحب ديالي للفن ابتدى من الطفولة، يعني منذ سن الطفولة وأنا كنحب الغناء وكنحب الفن الراقي. فهذا الشيء اكتشفوا فيه والديا يعني من سن الرابعة، يعني بديت كندندن أغنية ديال الفنان عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب، يعني من ثم بدا الحب ديالي للموسيقى، وشافوا أنه يعني ضروري أنني نبدا نشارك في حفلات مدرسية باش يعني تكون فرصة أنني نكون شخصية ديالي وأنني ننمي الثقة ديالي في نفسي. فمن بعد يعني إن شاء الله من كبرت يعني تسجلت في معهد الموسيقى بمدينة أكادير حيث درست السولفيج، وشاركت في العديد من يعني من الحفلات بما فيهم الحفلات الخيرية، وشاركت في برامج عديدة وأبرزها برنامج محمد عبدو وفنان العربي كان سنة 2015، حيث أنه كانت فرصة لي أنني نلتقي بأكبر الفنانين العرب اللي هما فنانة أصالة نصري والفنان عبد الله رويشد اللي أشادوا بالموهبة ديالي وأعجبوا بالصوت ديالي. فبعد الرجوع ديالي للمغرب كانوا جوني عروض عديدة، وشاركت كيف قلت لكم في حفلات خيرية، وتم بدل الكونتاكت ديالي مع الفرق الموسيقية، يعني فقلت لي ما لا أنني تكون عندي فرقة موسيقية بقيادة امرأة مغربية، لأنه حان الوقت أننا نشوف المرأة المغربية أيضا كقائدة فرقة موسيقية. الحمد لله المرأة المغربية يعني وصلت لواحد المرتبة عالية في المجتمع، وين كنشوف المرأة المغربية ناجحة في جميع المجالات، كاينة مرأة مغربية متسلقة أعلى قمم الجبال، مرأة مغربية أيضا حكمة دولية، شفنا المرأة المغربية أيضا كقائدة قطار كربان الطائرة، فحان الوقت أنكم تشوفوا المرأة المغربية أيضا كقائدة فرقة موسيقية. يوم الجمعة 24 ماي هو حفل فني متكامل اللي غنعزفوا من خلاله معزوفات ويعني أغاني من الزمن الجميل، أغاني مغربية، أغاني عربية، أغاني خليجية، والجمهور غيكون هو الفنان الرئيسي، يعني الجمهور هو اللي غادي يغني معنا. فإن شاء الله كنضرب لكم موعد الأسبوع المقبل معنا السارة، نخلي هذا شيء مفاجأة إن شاء الله يوم السارة.